لوحات إعلانية وحملات دعائية تزين شوارع مختلف المدن العراقية، حيث أن الانتخابات البرلمانية المقبلة هي الأولى التي تقام بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، ويتنافس فيها نحو 7000 مرشح على 328 مقعدا. لكن الدعاية السلبية والمضادة ضد بعض المرشحين سمة غالبة هذه المرة، اتهامات أخلاقية أو بالفساد طالت بعض المرشحين، واتهامات أخرى للمرشحين بتأييد تنظيم داعش والعمل معهم في فترة كانت لهم الكلمة العليا في العراق. وعلى إثر هذه الاتهامات صدرت بعض مذكرات الاعتقال بشأن بعض المرشحين للتأكد من مدى صحة تلك الاتهامات من عدمه. ورغم ذلك لم تختلف هذه الانتخابات عن سابقاتها في المحاصصة السياسية التي تشكل التحالفات قبل دخول الماراثون الانتخابي، فالمكونات العراقية الأبرز الشيعة والسنة والأكراد تقاسموا المقاعد من قبل أن تبدأ الانتخابات، حيث يتنافس الشيعة على 180 إلى 185 مقعدا موزعة على 9 محافظات أبرزها البصرة، بينما يتنافس السنة على 80 إلى 85 مقعدا غالبيتها في 4 محافظات، فيما يتنافس الأكراد على 60 مقعدا في 3 محافظات تمثل إقليم كردستان العراق. ومع دخول عمليات الدعاية مراحلها النهائية، حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من شراء وبيع البطاقات الانتخابية، اعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون. ملاحقة اللي يتلعبون بالأصوات الناخبين هي جريمة، سواء بيع البطاقة الانتخابية جريمة وشراء البطاقة الانتخابية أيضا جريمة. وسط الخريطة الانتخابية المتشابكة، تشير التوقعات إلى أن تؤدي العملية السياسية إلى إعادة إنتاج نظام المحاصصة السياسية والمحافظة عليه في العراق.